بنرحب بالفنانه مرهان حسين معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. بنبارك لك النهارده على ابن الحلال وعايزينك بقى تكلمينا انت بتعملي ايه في ابن الحلال. انا بعمل دور عزيزه، بس هي عزيزه مش شخصيه شعبيه يعني، الاسم بيودي في الحته دي، بس هي مش شخصيه شعبيه، وده الافيه اللي فيها او ده الحلو اللي فيها يعني. هي شخصية شعنونة كده شوية، وطبعا بتكون مرتبطة بالحدث الأساسي اللي بيحصل في المسلسل، بس أكتر من كده هكون بحرق فكفاية. ما ليش دعوة، مش أنا اللي قلت. طب أنت بدأتي تصوير المسلسل ولا لسه؟ بدأت. كلمينا بقى عن التعامل مع الفنان محمد رمضان. والله يعني انا بدات اول مشهد ليا كان مع محمد رمضان، هو يعني نجم لذيذ جدا، والمشهد نفسه كانت كواليسه حلو قوي، كنا بنضحك جدا، وده ان شاء الله يعني يظهر للناس، مع ان ده كان غير المشهد اللي احنا بنعمله خالص. المشهد ما كانش فيه اي ضحك، بس احنا كنا بنضحك جدا في الكواليس، يعني المود حلو والروح حلوه، والناس كلهم هنا يعني الناس هايلين وعاملين روح حلوه جدا في اللوكيشن. استاذ ابراهيم فخر المخرج يعني انسان رائع ومريح جدا، والشغل معاه حلو قوي، وبيعرف برضو يطلع من الفنان الحاجة الكويسة اللي فيه. طبعا هو انتاج استاذ صادق الصباح، انا اشتغلت معهم قبل كده ادم وجميلة السنة دي او السنة اللي فاتت بقى، فانا مبسوطة جدا بالعمل ده، وان شاء الله يعجب الناس يا رب. انا عارفة برضو ان انتي داخلة عمل تاني لو اكسلانس، ريت برضو تكلمين عن شخصيتك في العمل. انا برضو السنة دي في رمضان ان شاء الله بعمل مسلسل اكسلانس بطولة النجم احمد عز، وفي نور ومنى فضالي، استاذ صلاح عبد الله، احمد رزق، في ناس كتير يعني، مش عايزه انسى حد. طبعا انا سعيده جدا بالعمل ده، لان من زمان كان نفسي اشتغل مع احمد عز زي اي حد يعني. ودوري مختلف عن دوري هنا خالص، بعمل دور بنت اسمها مروه، دور فيه شويه سسبنس كده، فانا مبسوطه بيه، ان شاء الله يا رب الناس يحبوني في الدورين ان شاء الله. انت قلتي ان انت تعاونتي مع المنتج صادق صباح في ادم وجميله، كلميني بقى عن ردود الافعال اللي انت خدتيها بعد عرض المسلسل. والله ردود الافعال كانت اكتر ما توقعت بكتير، كانت حلوه جدا، المسلسل اتشاف كويس جدا جدا، وبقيت بلاقي ناس بيكلموني عليه وهم ما يعرفونيش من قبل كده، يعني ما شافونيش مثلا في ستار اكاديمي ولا شافوني في اي عمل قدمته، فده برضو كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. الحمد لله الناس حابينه قوي، عامل حاله كده بالذات مع الستات والبنات يعني، حابينه قوي، فالحمد لله. وبالذات شخصيتي كمان هي شخصيه محوريه جدا، اللي هي شخصيه نهى، فعليها جدل يعني، في ناس بتلاقيهم متفقين معاها وناس معارضينها، فده في حد ذاته انا شايفاه نجاح جدا يعني، الحمد لله. انت في السينما ما عملتيش غير فيلم عمر وسلمى، انت بقى فين من السينما دلوقتي يعني؟ دي كانت بدايتك، معقوله دلوقتي تتجهي للدراما وتسيبي السينما خالص؟ لا بالعكس، هو اي حد بيتمنى يشتغل سينما، وهي السينما هي اللي فين مني مش انا، لانه بيتعرض عليا حاجات بس غير اللي انا عايز اعمله، وللاسف لسه شايفيني في حته الدور اللي عملته في عمر وسلمى كطبيعه الدور يعني، وانا صراحه كنت عايزه اخرج من الموضوع ده، مش عايزه اتحط في الحته دي، عايزه اقدم ادوار تانية يعني فيها اختلاف، فللاسف كان اللي بيتعرض عليا هو تقريبا نفس الدور، او يكون الدور فيه حاجه انا مش عايزه اعملها او مش مناسبه ليا يعني، بمعنى اصح هو ده للاسف اللي كان حاصل، بس انا طبعا بتمنى. انت حاطه في دماغك طبيعه ادوار معينه عايزه تقدميها في السينما؟ مش ادوار معينه، بس انا ضد اني افضل اكرر نفس الدور يعني، فاهمه ازاي؟ لكن اكيد اتمنى اعمل اي دور ثاني، وانا في الاخر ممثله يعني، المفروض ان انا اعمل ادوار متنوعه. يفرق معاكي حجم الدور في السينما ولا لسه انت مش بتحسبيها كده دلوقتي؟ لا حجم الدور عمره ما كان مقياس يعني، هو طبيعه الدور هي المقياس، وممكن حد يعمل مشهد واحد ويعلم جدا مع الناس اكتر من حد بيظهر من الجلده للجلده زي ما بيقولوا، فالحجم مش مهم خالص اكيد.